بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في ليلة. واختلف والحديث صحيح. نعم. لكن اختلف العلماء في معنى يصلحه الله في نعم. ليلة. فذهب ابن كثير إن, أن الله جل وعلا يقومه يعدله يتوب عليه. نعم. وهذا قول. وآخرون قالوا يصلحه الله في ليلة يعني يصلحه الله للخلافة. يعني يهيئه الله جل وعلا نعم. للخلافة وللقيام بأمر الناس. أجمل من تكلم في هذا الباب في ظني العلامة الألباني رحمه الله قال وإن المهدي يعني يفترض من هذه الحديثة التي وردت فيه أن يكون رجلا ملما بأمور عدة بالحياة السياسية بالحياة الاقتصادية بالحياة العلمية بالحياة المعرفية بالحياة الاجتماعية حتى يكون أهلا لأن يقود الناس. وهذا ترى كلام ليس بالهين أكيد. لأن ترى هذه مسألة أنه يعني مسألة أسطورة هذه غير موجودة يعني واضح هذا الله يعني في فرق نقطة مهمة جدا الوحي انقطع هذه واحدة وهذه مهمة. الأمر الثاني الإيمان يكون يا شيخ عبد الرحمن بين عشية وضحاها يكون في لحظة لكن العلم ما يمكن أن يكون بين عشية وضحاها محال. مثلا يأتي إنسان لا قدر الله مسلم بالبطاقة من أفجر الفجر يعيش في الغرب فجأة لأي أمر رآه أو سمع به أو تليت عليه آية انبعث نور الإيمان في قلبه قد يكون في الصباح أتقى دينا من كثير ممن قبله في الدين. يعني يقذف الله في قلبه إيمان يقطع كل علائقه بالمعاصي ويصبح الإيمان عنده في خلاص في يعني درجة عظيمة من اليقين هذا يقع. وقد يأتي إنسان عياذا بالله فيه درجة من اليقين والإيمان والصلوات ثم يقع في شبهة أو في شهوة فيمسي وقد سلب كثيرا من إيمانه. هذا يرد لكن ليس معقولا أن يكون إنسان رجل عادي ليس له قراءات ولا اطلاعات ولا يعرف شيئا يأتي الصباح يعرف كل شيء مطلع لديه خبرة سياسية خبرة اجتماعية خبرة علمية هذا لا يمكن محال محال لا يمكن نعم. سنة الله لا تتبدل والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه لكن الأول قال عليه الصلاة والسلام يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يقع فعلى هذا صحيح يعني يصلحه الله في ليلة يهيئه للخلافة قول ضعيف لكن قد يكون رجل متعلم متنور ذكي اجتماعي ما إلى ذلك لكنه لا يدري أنه المهدي فالله جل وعلا يصلحه تلك الليلة يهيئ معنى أن الله يقذف في قلبه نورا من عنده يعرف من خلاله أنه مصطفى لأمر عظيم لكن كما قلت أنا أخشى أن الناس يسمعون هذا يعني من أكبر الأخطاء أن يأتي إنسان ويظن أنه ويبدأ يتكلم في الأمور ويبحث ويعد نفسه ويطبق هذه الأساطير ويطبقها على نفسه على نفسه أو على غيره ثق تماما أن المهدي لظهر كالشمس يعني أحد الإخوة الآن قبل قليل يسأل يقول لو جاءك المهدي المدينة. إذا ظهر لن يأتي صالح المغامسي في قباء يعني واضح هو صالح المغامسي سيذهب إليه لكني لا أظنه